بيقولك ان اغلى واشهر انواع القهوه هي اللي بتيجي من المثلث الذهبي بتايلاند، وهي كمان اللي بتيجي من روس الفيله. والله زي ما بقولك كده، روس الفيله. الموضوع بيبدا من فطار الفيل، بيحضروا له الصبح فطار من حبوب القهوه وقطع الفاكهه وتحديدا الكريز، وبيستنوا خروج الحبوب بعد 3 ايام من مرورها بالجهاز الهضمي للفيل. بعدها بيتم تنقيه الحبوب من الروس وغسلها وتكفيفها وتحميصها. اشمعنى الفيله؟ بيقول لك ده لان تركيب اجهزه الفيله واكلها المعتمد على الاعشاب بيمتزجوا مع حبوب القهوه، وبيحصل تفاعل انزيمي وبيتكسر البروتين الموجود جواها، وبينتج عنه قهوه ما فيهاش الطعم المر اللي في القهوه العاديه. سعر الكيلو منها بيوصل حوالي 1100 دولار، وسعر الفنجان 50 دولار، يعني حوالي 900 جنيه مصري. بيقول لك كمان ان الحكايه ما كانتش بسيطه خالص، فالموضوع احتاج 10 سنين علشان يحصلوا على اول منتج صالح للشرب. اما بخصوص قلقك على الفيل وانتباه الفيل وان الكافيين بيدخل جسمه باستمرار، احب اقول لك ما تقلقش، فالاختبارات اكدت ان جسم الفيل مش بيحتفظ بالكافيين، وكمان 8% من المبيعات بيروحوا للرعايه الصحيه للفيل. يعني ما تقلقش على الفيل وصحه الفيل. تشرب قهوه؟ لا، وتبعت لي شاي ساده. بيقول لك ان ساده ده مصطلح فارسي، مش كلمه عربيه زي ما احنا كنا فاكرين، ومعناها الحاجه البسيطه الطبيعيه اللي ما فيهاش اضافات.